رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا يا رب. تحياتي لكم اصدقائي. انهيارات بالجملة لعملات الستيبل كوين او عملات المستقرة مثل بيو اس دي يو اس دي سي وعملة الداي وارتفاع بعملة اليو اس دي دي. اما نبلش فيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا اصدقائي لبعد الاندرو. طبعا اصدقائي بعد انهيار واحد من اكبر 20 بنك في الولايات المتحدة الامريكية اللي هو بنك واد سيليكون او بما يعرف بنك الاس في بي، اعلنت اليوم شركة سيركل انه تمتلك تقريبا 3.3 مليار دولار في عملة البيو اس دي مخزنة داخل الاس في بي او بما يعرف بنك واد سيليكون، يعني العملة خسرت احتياطاتها المخزنة داخل هذا البنك، يعني اجمالي احتياطات الشركة 40 مليار دولار. خسرت العملة او خسرت الشركة المصنعة لعملة اليو اس دي سي تقريبا 3.3 مليار دولار. خلينا نتكلم نقطة تانية، انه عندي روبن هود يعلق تداول على اليو اس دي تي. خبرين سلبيات، وطبعا في كثير منصات وقفت حاليا التداول على عملة اليو اس دي سي. وعندي كمان عملة الداي، كثير من العملات تتأثر بانهيار اليو اس دي سي لان عملة الداي مدعومة تلقائيا من عملة اليو اس دي سي. اما بالنسبة للبي يو اس دي انخفاضه كان بسبب فومو اخبار او فومو الخوف من العملات المستقرة لا اكثر ولا اقل، لكن عندي منصة باينانس منعت التحويل من اليو اس دي سي الى البي يو اس دي. هذا الشيء كمان اثر على عملة البي يو اس دي، انخفضت عملة البي يو اس دي الى 0.99 سنت، وحاليا العملة عم تتراجع وممكن ترجع لمناطق الواحد دولار مرة ثانية، لكن اليو اس دي سي تقريبا انهار، وصلنا الى سعر 92 سنت، عملة الداي وصلنا الى سعر 91 سنت، لكن عملة اليو اس دي تي ارتفعت ولامست منطقة الدولار وعشرة سنت. يعني اذا انت مخزن لما كان سعر اليو اس دي تي بسعر واحد دولار وصلت الى مرحلة ان العملة خلتك تربح 10% من رأس مالك بمجرد تخزينك لليو اس دي تي، يعني اذا معك 1000 دولار بتلاقي بمحفظتك 1100 دولار، مع انه انت بتملك 1000 يو اس دي تي. طب اصدقائي سوق الكريبتو لم يتأثر بشكل كبير مثل ما تأثر بانهيار بنك سيلفر جيت، وانهيار العملات المستقرة مر على سوق الكريبتو مرور الكرام. خفضنا الى مناطق 19700 وحاليا رجعنا لمناطق ال 20000 دولار، وخلال الايام القادمة راح نستهدف مناطق ال 20500، وبالتأكيد لازم نخترق مناطق ال 20300 حتى يتأكد ايجابية البيتكوين ونرجع مرة تانية نتداول اعلى الدعم 20500. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة تفعل زر الجرس تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.